باستمرارية اللعب. لا وجود للخطأ. تعود المحاولة من جديد. راسية كافيو. أوه. التميز دائما من الكرات الرأسية. والرأسية الماضية جاءت عن طريق محمد أنصاري أو مهدي. هذا مهدي عبدي هو من يضع الكرة في المرمى ويسجل هدف التعادل لمصلحة نادي الأسد. هذه الكرة هنا السقوط من عوض خميس. هنا المطالبة بركلة جزاء. أعتقد شخصيا بأن مثل هذه الكرات ومثل هذا السقوط لن يكون حاضرا بركلة جزاء. لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. هذه الكرة، هذه المحاولة الرأسية الماضية، مهدي عبدي يضع كرة في المرمى ويسجل هدف التعادل. مميزين في الكرات الرأسية، وبالتالي كان مهم جدا أن يكون بعين الاعتبار التعامل مع مثل هذه الكرات بالنسبة للمدرب. مهدي عبدي يسجل إذن هدف التعادل لمصلحة نادي بيرسبولس، ويعتمد الهدف رسميا، يعتمد الهدف رسميا كما ذكرت. سقوط أيضا، يعني ما كان له داعي للأمان.